قبل ما ابدا المقطع يا حبايب، فجروا هذا المقطع باللايكات. باخر فتره بدأت اتحمس انزل هواي مقاطع لان اللايكات قليله، ففجروا من اللايكات على مود اتحمس وانزلكم بشكل اكبر. الخبر اولي عادنا عن فضيحه قمر طايف. انتشرها واحد من الفيديوهات لما كانت بحفله، هذه الحفله هي كانت عيد ميلاد زوج زينب منصور اللي هو منصور يا حبايب. فانتشر هذا الفيديو القمر طايف كانت بيها من داخل الحفله، مثل ما شايفين بالسهم هذه هي كانت قمر طايف قاعده ترقص هي نوعا ما ويا شباب، وبنفس الوقت ويا بنات رقصه الدبكه، فتعرضت للتهجم بشكل مو طبيعي. نفس الشيء صار سابقا ويا جيهان يا حباب اللي يتذكر لما تعرضت للتهجم وكان سبب خروجها من الفريق لما سوت نفس الشيء سوته قمر طايف. فهو من المتابعين صار تهجموا على قمر طايف، ولكن يا حباب هي بالنهايه مو الفريق، فهي ما لها اي قوانين وهي حره بكيف تريد تسوي اللي تريده. وبالنهايه نفس جيهان سوى شيء غلط، مجرد كانت حفله دبكه وما كان بها اي شيء غلط. فكتبوا بالكومنتات شاركوا بالخبر. روح حاليا لبيسان وانس شايب وخصفوا من ناري ومن يقصدون بالضبط، فنزلوا هذا المقطع على التيك توك شوفوه. طبعا الاغلب صار يتوقع انه مقصود محمد جواني، ما ادري الصراحه، ولكن الصراحه ما اتوقع انه هو المقصود. عاكم يكتب بالكومنتات من توقعون هو مقصود بالضبط. وعلى سيره محمد جواني، فمحمد جواني اليوم كان مسوي عمليه يا حبايب، نزل شويه ستوريات كان كاتب التفاؤل قبل العمليه، بعدين نزل ستوري يقول الحمد لله تمت العمليه بنجاح وهو صار بخير، فالف الحمد لله على السلامه ان شاء الله ما بيله العافيه. وشوف الستوري. وطبعا العمليه مالته كانت مجرد زرع شعر. حاليا الرب تخلص العمليه. فينش؟ Then the doctor will inject on your hair. Yeah. روح حاليا ميلا وصورة سبب الانستغرام للي 3 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك، عقبال ال 10 مليون يا رب. وطبعا لسون يا حبايب نتبارك كله بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي. ننتقل حاليا لجارمر، والمفاجأة انها راح تسويها ويا كريستينا، فنزلت هذا الستوري لتعلم من خلال انه يوم الثلاثاء راح تعلن عن مفاجأة النار هي وكريستينا. شوفوا الستوري. احكي لكم عن مفاجأة عم جهز لكم اياها انا وكشيرو، ما صفيان شيء لحتى تنزل. قديش بدك لحتى نبلش فيها؟ يومين ثلاثة. قديش بدك ايمت رح تنزل؟ ثلاثة الجاي. ثلاثة؟ لا خلي الثلاثة ثلاثة الجاي في مفاجأة رهيبة حتنزل الي ولكم، كثير حلوة. سكونوا كلياتكم جاهزين لها؟ كثير بدنا حماس، حنحط لكم قريبا شغلات هون تفوتوا عليها، حركات بركات. وصل حبايب لها وصلنا المقطع اليوم، نزلت لكم مقطعين، فجروا هذا المقطع باللايكات عم تحمسوني انزلكم بشكل اكبر. اخر فتره ما دا نزل لانه الدعم نازل، فبس حطوا لايكات عم تحمسوني انزل بشكل اكبر.